كان بيتهيألي انه كبر وعقل. بس تقول ايه بقى، يموت الزمار. معلش. وبعدين يعني هو انت ممكن تكوني فهمتي الموضوع غلط. It was very obvious. لا انت ما شفتش اتلخبط ازاي، وبعدين هي كمان اما اديت له وش كده لا كان باين. معلش ما تزعليش نفسك. اتعودت، هي جت على دي، اتعود علي من زمان. المهم صحيح، البيج على فيسبوك مكسره الدنيا، والفلايرز اتوزعت وكل حاجه. بجد لازم نحتفل. نحتفل؟ اه نحتفل، مع ان يعني لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه حصلت. بطل بقى تبقى متشائم كده، انت غريب قوي على فكره. ما تخافش مش هعمل لك حاجه. بتخض منك ساعات. انا عارفه، بس لا بجد يعني نحتفل بقى. طب نحتفل ازاي؟ انت مالك نحتفل؟ مش قصدي انت مالك نحتفل، يعني سيب الموضوع ده عليا. اوكي فضي نفسك بس بكره. اوكي. طول عمري بكره الميتينجز المهمة، عشان بتخليني على طول أسأل نفسي أسخف سؤال في الدنيا: هلبس إيه؟ هنتعامل ازاي احنا مع الواد يوسف والبنت اللي معاه؟ خدي يا سعادة معاه عادي يا حبيبتي. ايه يعني ده ميتنج شغل؟ ميتنج شغل؟ ما مش متخيله ان انا هقعد مع يوسف بقى وصاحبته كده مع بعض. صاحبته ده ايه؟ مين قالك انها صاحبته؟ لا صاحبته عشان انا لما كنت بتكلم معاها شفت اللمعه اللي في عينه، فاهمه؟ في ايوه في لمعه كده معينه لما حد بيبقى قاعد بحد، فاهمه؟ ما تبالغيش والله العظيم. احلام ونبي ما تبالغيش. خايفه من سلمى قوي، انا مش عارفه اقول. يا لهوي جم. مساء الخير يا جماعة. هاي يوسف. هاي، ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ميرا، ديجا، احلام. هاي عاملة ايه؟ هاي. معلش يا جماعة اعذروا، احنا اتأخرنا عليكم لأن ميرا ساكنة بعيد شوية، عقبال ما روحت جبتها ورجعت لقيت الشوارع كلها بقت زحمة. لا يهمك، اتفضلي. يا سائل. أنا جاي أهو. بقولك ايه؟ جبت لك بقى تيكت للفيلم اللي أنت هتموت وتروح، وتيكت لساقية الصور حجار. وبعدين يعني؟ ها ايه اختار؟ يعني ايه اختار؟ ما الناس بتختار قبل ما تشتري التذاكر مش بعد ما تشتري التذاكر. ماشي حبيبي، ايه اللي حصل؟ طب وزمها ايه الناس اللي هتدور على تذاكر ومش هتلاقي عشان التذاكر دي معانا؟ ذنبهم ان هما مش سائر مختار. طب ذنبهم بقى ان هما ما حاولوش بجد زيك. ياه. طب بس انا على فكره يعني ولا هروح دي ولا هروح دي. يا نهار اسود، بعد المرمطه اللي انا اتمرمطتها دي كلها. ما انا مش عارف اختار، وبصراحه اللي انت عملتيه ده حيرني اكتر. وانا عايزه احيرك، انا عايزه اريحك. بالعكس، ما هو لو كان الوصول لاختيار فيهم اسهل او اسرع او حتى ارخص انا كنت عرفت اختار، بس انت خليتيهم زي بعض، فده بالنسبه لي عذاب. وكمان طلعت بعذبك؟ انت مجنون يا ابني. طب بقول لك ايه، لو زودت لك سيجاره على سجاير اليوم هتختار؟ ولا حتى علبه سجاير هتحل المشكله اللي احنا فيها دي. انت عارف ايه اكبر تحدي للبني ادم؟ طبعا انت. لا، اكبر تحدي للبني ادم هو انه عنده حريه الاختيار. بقول لك ايه، فكك بقى من محاضراتك الرخمه دي، انا كمان زهقت منها. اجبري انت عليا حاجه وانا معاكي. طب انا عندي فكره احلى. احنا مش هنعمل ولا حاجه من الحاجات دي خالص. أوكي. انا هوديك حته ثانيه خالص، هتبسط قوي. معلش بالراحه عليا شويه يا سلمى. انا على كده بقى، ده انت بيك فان من زمان يعني. من زمان جدا، من اول ما ابتدت السيرفيس بتاعت المسجز على الموبايلات كنت بستناها كل اسبوع، واقعد اتكلم عليها لحد الاسبوع اللي بعده انا واصحابي، وهي ما اتخانقنا بسبب الموضوع ده. الله، ليه؟ عشان انا دايما كنت ببقى موافقه على الكونتنت بتاع المسج، بس هم يعني ساعات ما كانوش بيبقوا موافقين قوي، ياما بقى قطعنا بعض بسبب الموضوع ده. كنتوا بتوصلوا لايه بقى في الاخر؟ اكيد يعني كنت بقنعهم بوجهه نظري في الاخر، قصدي وجهه نظر احلام يعني. بعدين بقى لما نزلت الكتاب بتاعك اشتريته وقريته كله في يوم واحد، بجد كنت ببقى هموت واعرف انت بتجيبي الكلام ده منين. دماغي يعني. وشو سمعت البرنامج، ايه رايك فيه؟ حلو جدا على فكره. بقى انا اللي قلت ليوسف اننا ننزل من سبونسر على البرنامج بتاعك، عشان بس ما يضحكش عليكي ويقول لك انها فكرته ولا حاجه.
يعني انا دلوقتي بقيت انا الغريب؟ لا انت غريب ازاي، انت مش غريب، هو مش غريب خالص. انا عارف يوسف من زمان قوي على فكره، وبعدين في بينا تاريخ يعني، واصحاب مشتركين بقى كتير وكده صح. طبعا عشان كده بقول بقى ان احنا نتكلم في الشغل، لان احنا لو فتحنا في الكلام بقى بتاع زمان مش هنخلص خالص. يا ريت. انا بقول كده برضو. ها ايه الموضوع؟ الو. ايه يا ماما؟ ايه حضرتك؟ اللي عارف الشارع بقى شويه حاجه كده مالكم؟ طب اهدي بس، انا مش فاهم حاجه. عندي حاضر. طيب هجيلك بس هخلص شويه مش هنروح على طول. ماشي ماشي خلاص كده، يبقى كله تمام. مش فاضل بس غير ان احنا نتكلم مع الاذاعه. مشوها بالطريقه الانسب ليكم، اهم حاجه ان احلام تاخد الكريدت ده وتقدر تستفيد بيه على قد ما تقدر. ميرسي يا يوسف بجد والله. احلام انت اي معلن يتمنى ينزل على البرنامج بتاعك، بعدين يعني احنا اخوات. انا اللي ميرسي بجد يا احلام، انت مش فاهمه انا اتبسطت قد ايه بمقابلتك النهارده. وانا كمان بجد يعني، ونفسي بقى اللي بينا ما يبقاش شغل وبس، ونبقى اصحاب وكده. ان شاء الله يشرفني. كنت حاسة وأنا بقول الكلام ده لميرال إني بخون سلمى، بس حقيقي كانت البنت لطيفة جدا. مش قلت لك هنلاقيهم كلهم هنا؟ هم عمري ما فهمت ليه دايما القدر بيحطنا في المواقف اللي بنحاول نهرب منها دي. يمكن بيعاقبنا على تصرفاتنا الغلط، ويمكن بيفهمنا إن الهروب عمره ما كان حل. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا سائر؟ عامل ايه؟ رجعت من السفر انت؟ بقالي شويه هنا. بقالي كلكم تعرفوا بعض الا ميرال. ميرال الدجوي الماركتنج مانجر بتاعت شركه امل جروب، هم السبونسر بتوع برنامج احلام ان شاء الله. استاذ سائر مختار المخرج، اكيد انت عارفاه يا ميرال. دي بقى سلمى صاحبتنا، اهم واحده في الشغل. سلمى بتتمرن عند سائر في الورشه عشان تبقى احسن ممثله في مصر. هاي، ازيك يا سلمى؟ ايه كويسه. طب يا جماعه احنا هنستأذن. يلا ميرال. مش عن اذنكم. باي 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 احلام، هشوفك قريب ان شاء الله. يعني هو رجع من السفر وكلمكم ونزلت واتقابلت وانا معرفش؟ ممكن تهدي وتقعدي عشان نتكلم؟ اقعد ايه وزفت ايه؟ هو انتوا بجد بتعملوا فيا كده؟ انت احلام بتعملي فيا كده؟ سلمى انا كنت عايزه اقول لك. تقولي لي ايه؟ كنت عايزه اقول لك والله العظيم، بس الظرف ساعتها ما كانش مناسب. امال امتى ان شاء الله كان هيبقى مناسب؟ لما كنتوا تخلصوا الديل مش كده؟ لا يعني انتوا كنتوا خايفين احسن تقولوا لي احسن اقفش والديل بتاعكم يبوظ يا سلمى. عشان وانا بقى اتحرق عشان خاطري بس اقعدي خلينا افهمك. طب دي جو، احنا عارفين ان اكتر حاجه بتهمها في حياتها هي الشغل، ومش صاحبتنا من زمان. انا ما انت ايه احلام؟ انا اسفه والله العظيم، ما كان قصدي والله العظيم. ما كنتش عارفه ان انا رخيصه قوي عندك كده. ما تقوليش كده بليز. سائر انا عايزه امشي. هتيجي معايا ولا لا؟ أنا جاي جاي جاي. سلمى خش يا سلمى. سائر في إيه؟ أنا في إيه يا نوم؟ في إيه؟ شفتي؟ قلت لك هيحصل كده. هو في إيه؟ ما حد يرد عليا. في إيه؟ في إن زفت زعلتها.